رحلتنا بقى النهارده هنتعلم فيها اكل لذيذ لذاذه مش عاديه. مين فينا مش بيحب الايس كريم؟ محدش. طب مين بيحب الايس كريم جدا؟ انا. انتي لوحدك؟ وانا. وانتي كمان؟ وانا. ماشي، ايه رايكم نتعلم نعمل ايس كريم بالفراوله؟ ماشي. ماشي، ايه رايك كمان نعمل سلطه التونه لذيذه قوي قوي قوي؟ انا بحب سلطه التونه جدا جدا بجد. طب هقول لك بقى على طريقه حلوه جدا لسلطه التونه. ماشي. بس السلطه مش هتاخد وقت في ان احنا نعملها، فهنأجلها شويه ونبتدي نعرف ازاي هنعمل الايس كريم بتاعنا. طبعا جميل جدا ان احنا نعمل ايس كريم في البيت، وجميل جدا ان احنا نساعد ماما علشان احنا مش في حاجات وحشه زي بره بالظبط، مفيهوش مواد صناعيه، كله حاجات طبيعيه جدا. وعشان كده الاستاذ محمد بتساعد ماما في المطبخ. يا محمد ساعات. طب تعالى بقى، انت هنعلمك تعمل النهارده ايس كريم. حضرتك هتعمل لنا عصير الفراوله ده، هتحط الفراوله دي هنا اهو باللبن وتضربه، سهله كده؟ ماشي. ومحمد بيعمل كده، لازم نحضر الخلطه بتاعه الجالي بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الحله بتاعتنا على النار اللي هي سخنه جدا جدا جدا. اوكي، ده ايه يا بنات؟ ده جالي، وده ايه؟ ده كريم شانتيه، وده ايه؟ لا مش سكر، دي فانيلي. ماشي، هنحطهم مبدئيا كده علشان نعمل ايه؟ الجالي بتاعنا. هو الجالي ده هنحطه مع الايس كريم. يا محمد حط الفراوله، يا محمد حط عشان نبقى كله بيجهز في نفس الوقت. ونقوم منزلين ايه؟ شويه ميه حلوين كده عليهم. ايوه حبة كمان. ايوه حلو كده. اللبن كله ونقلب. يلا كله. ايه رايك تساعديني في ان احنا نشيل الاطباق دي؟ ايه يا محمد؟ حط كله حبيبي. ايوه، احنا بقى هنقعد ايه؟ نقلب 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 لحد ما يمسك كله في بعض. ونقلب نقلب نقلب، اقعدي بقى قلبي ايه لحد ما يبان لك صاحي. انت بقى بتعمل ايه؟ ايوه يا سيدي، انا يا سيدي أنا. حلو كده. أنا قاعدة أساعد ماما في البيت. بجد بتساعدي ماما في البيت؟ طب لما بتساعدي ماما في البيت بننظف ورانا ولا بنسيب المطبخ بايظ؟ لا أنا بنظف معاها، بغسل معاها البوتاجاز وبغسل معاها الرخام. يا سيدي أنا على يغسل البوتاجاز والرخام، شطارة قوي. طب عندي سؤال تاني، هل ماما لما بتديكوا أكل مثلا بتقعد تقول لها لا أنا مش بحب أكل الأكلة دي، أنا بحب أكل الأكلة دي، ولا بناكل كل حاجة؟ أنا بحب كل الأكل اللي ماما بتعمله. بجد؟ وأنا كمان. وأنت كمان؟ وأنت كمان ولا إيه؟ لا أنا باكل. بجد؟ وأنت إيه الأخبار؟ أيوه. طيب إحنا هنسيب هنا لولو تقعد تقلب كده في الجالي لحد ما يمسك نفسه، ونعرف برضو إحنا ممكن نعمل السلطة بتاعتنا بتاعت التونة إزاي. طبعاً سلطة التونة مليانة بروتين وفيتامينات وحاجات لذيذة جداً، والنهاردة هنعملها بشكل مختلف. إننا نعرف إننا نجري ونعمل حاجات كتير. صح بالظبط، لأنها بتدينا قوة كبيرة، طاقة وقوة. برافو. طيب هنعمل إزاي بقى التونة بتاعتنا النهاردة؟ سهلة بشكل مش عادي. يلا تعالي كده إيه جوجو، والأستاذة زنزونة ممكن تساعدك. امسكي لها الطبق يا زنزونة، هجيب لكم معلقه تفضوا دي في دي. يلا حطوا التونه في الطبق الكبير. تونة. خليك انت ايه مسؤوله عن العصير دلوقتي، مركز. انا عندي طريقه اسهل. ايه الطريقه الاسهل؟ اننا نعمل كده. صح برافو. في حبه هيتبقوا في الطبق بالظبط كده. يا سلام على ست البنات، يا سلام على ست يا سلام على الريحه اللي طلعت هنا. شم الريحه، شم يا لولو الريحه، حلوة قوي قوي قوي. نحط ايه تاني؟ هنحط ايه تاني؟ هنحط ايه ده؟ الذرة. الذرة، برافو، حطي الذرة. تونة بالذرة، لأن احنا بنعمل ايه؟ سلطة تونة بالذرة. حلو قوي 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 الكلام ده. زنزونة ساعدينا حطي ده الطبق ده تحت والنبي كده ايه؟ في الذرة. ده ايه ده بقى يا ولاد؟ مايونيز. ده مايونيز، نحط المايونيز. استنى شكرا. نحط المايونيز بتاعنا كده اهو. ايوه زنزون. نحط تاني بهارات. شكرا يا ست الكل. نحط بقى شويه، استنى نجيب معلقه. نحط بقى شويه ملح صغيرين. لا ده مش كمان. عايزه انت تحطي؟ طب حطي انت يا ستي. حبه صغيرين. مش صغيرين قوي كده. ماشي. استنى انا احط لك. اكبر شويه. يلا. حلو كده. وشوية فلفل. أنا عايزة أحط. ماشي، أنت هتحطي كمون. حلو، وشوية كمون. معلش زنزونة تحطي. يوتي عليكي وعلى التعاون.
حطي شويه كمون. يلا شويه كمون. ايوه بس ورشيها. حلاوه وطعامه وشقاوه. حلو جدا جدا جدا. طيب فاضل ايه؟ نقلبها. لا غير نقلبها، فاضل عندنا شويه ليمون. احنا ده حلوين كده، هنحط كله صح؟ لا مش كله طبعا، ده عصير ليمون هنحط حبه بس. انا بحب الليمون جدا. وانا كمان بس يعني حلوه قوي كده. بس يلا قلبي انت بقى لحد ما اشوف اخبار الجيلي ايه. على الريحه. سمه شمه شمه يا لولو. طيب اعتقد ان هو مسك نفسه. لما بيمسك نفسه بنقفل البوتاجاز ونسيبه يهدى شويه كده اهو، عشان نتاكد برضو ان اتقفل. علشان هنعمل ايه بعد كده؟ الخطوه اللي بعدها نحن. ايه؟ نصبه. هنصبه. هنصبه فين؟ في الكوبايات. لا هقول لك هنصبه فين، بس عايزين نقلب. نقلب يا شيف محمد. اخبار العصير اللي عند حضرتك ايه؟ هشغل خلاط. لا هنشغل خلاط هقول لك امتى حالا، بس هبقى محتاجه منكم. تعالي انت كده اقعدي قلبي دي كويس قوي، وانت كده تعالي كده عشان ايه الحوادث. هنجيب بقى دي هنا. وطبعا يا اولاد لو احنا هنساعد ماما هنسيبها هي اللي تعمل الخطوه دي. انزلي يا زنزونه كده، حاسبه كده عشان دي سخنه جدا. هنقوم جايبين الجالي بتاعنا وحاطينه مع عصير الايه. واو واو فعلا فراوله بالايه يا شيف؟ بالجيلي. لا فراوله بالجيلي. وانت حاطط ايه بقى؟ لبن. لبن بالظبط كده. دي اسهل حاجه. عن اذنكم كده، عن اذنك يا استاذه، دي اسهل حاجه ممكن نعملها في البيت، وفي نفس الوقت مفيده جدا و ضمنها بقى. ما فيهاش الوان صناعيه وما فيهاش حاجات صناعيه، وايس كريم في الاخر. اضرب. يلا وريني دي اخبارها ايه. قلبناها كويس. قلبناها كويس. لا ده انت هتدوقي دلوقتي بقى سلطه ما اقولكيش. حلو كده. شكرا. نعم. بجد استني ادوق كده اقول لك بجد ولا لا. هنشوف ناقصها ايه. ماشي. نشوف كده ناقصها ايه يا استاذه جوجو. طعمها حلو قوي. ومش ناقصها اي حاجه خالص. ماشي. كده دي جاهزه كده اهو. نسيبها كده اهو. طالما جاهزه. الجيلي لازم والجيلي لازم نحطه في التلاجه. بالظبط بقى، لسه هنقول الموضوع ده حالا. طبعا الجيلي اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي وضاربينه في العصير بتاعنا هنحطه في بوله زي دي. ونحطه لمده 3 ساعات في التلاجه. حطيها تحت في الدرج هنا حبيبتي. اوكي. نحطه بقى ايه زي ما انت قلتي كده يا جوجو في التلاجه لمده مثلا 3 4 ساعات. ايس كريم بقى كل ما يمسك نفسه اكتر كل ما يبقى لذيذ طعمه حلو اكتر، وايس كريم كده وطعمه حلو اكتر وساقع وفريش وجميل. وايه ده؟ ده الايس كريم اللي احنا هنحط ده في التلاجه هيبقى زي ده بالظبط، بس ده الجاهز عشان قلت ايه تجربوه. وده اللي احنا لسه عاملينه وهنحطه في التلاجه. سهله بقى الحاجات دي ولا مش سهله؟ سهله جدا. سهله جدا يعني. حد يعمله في البيت صح؟ اه. طيب وعملنا ايه بقى في الاخر؟ عملنا سلطه وعملنا ايه؟ ايس كريم. عملنا ايس كريم وعملنا سلطه. مين عايز يدوق؟ انا. يلا أنا. ماشي دوق السلطه. يلا يلا ندوق السلطه. انا بقى مبسوطه بيكم جدا 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 حضراتكم، يعني علشان حضراتكم ما بتقولوش خالص لا لماما على اي اكله، ودي حاجه جميله جدا. ايه الاخبار؟ تحفه صح؟ تحفه. حلو جدا. طيب ايه رايكم بقى بما انكم شاطرين كده نغني اغنيه حلوه جدا 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 عن الموضوع ده؟ ايه رايكم؟ ماشي. قبل بقى ما نروح نغني تعالوا كده نبص للناس الحلوين اللي بيتفرجوا علينا ونقول لهم اتمنى تبقوا اتعلمتوا الاكله الحلوه دي، والسهله خالص. سهله صح؟ سهله خالص دي، وتجربوها كمان مع ماما. واتمنى تبقوا من الاولاد والبنات الشاطرين اللي ما بيقولوش لماما لا على اي اكله خالص، بياكلوا كل الاكل الحلو والمفيد. كده نبقى خلصنا رحلتنا النهارده، واستنونا في رحله جديده ونقول لهم باي باي.